السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحاول في هذا الفيديو القصير إظهار كيفية استعمال خاصية ميساجري للتواصل بين أعضاء أرضية مودل الخاصة بالمدرسة العليا للأساتذة من سعود زكاة بستيل. لأن كل مستعملي أرضية مودل سواء كانوا طلبة أو أساتذة بإمكانهم تبادل رسائل شخصية باستعمال هذه الخاصية، ويمكننا الدخول إليها مباشرة بالضغط على زر ميساج الموجود في أعلى صفحة على اليمين، أو بمنيو دو بروفيل بالضغط على السهم الصغير الموجود أمام الاسم ثم ميساج بيرسونيل. سيظهر لنا هنا مجال لتبادل الرسائل بين الأعضاء. على اليسار ستجدون قائمة الإسمية للأعضاء اللي بعثت لهم رسائل أو بعثت لك رسائل، وعلى اليمين المحادثة اللي صارت بينك وبينهم. وللبحث على أي عضو لإرسال له رسالة نضغط على زر كونتاكت هنا، ثم هناك مجال كتابة اسم العضو. نكتب على سبيل المثال هنا إضافة اسم العضو. بالضغط على اسم العضو سنلاحظ هنا هل العضو كونكتي أو ديكونكتي، وثم في أسفل الصفحة هناك مجال لكتابة الرسالة. نكتب على سبيل المثال ثم نضغط على زر انفوي. بهذا الشكل قد قمنا ببعث الرسالة إلى هذا العضو. ولإظهار أو للإطلاع على الرسائل التي تلقيتها ما عليك إلا الضغط هنا على زر ميساج لتجد القائمة الإسمية للعضو أو للرسائل التي تلقيتها. بالضغط على الرسائل سيمكنك قراءة الرسالة هنا والرد عليها مباشرة باستعمال مجال الرسالة وانفوي. شكرا للجميع.